34 لم أنتبه للتوقيت لأني أول مرة يأتي بالتوقيت الزمني. متابعينا الكرام، الثانية لكل الفائزين، تهانينا للعملاق العيناوي وشكرا لبن شلويح الذي قدم لنا لايف، الشركة الناقلة لهذا الحدث مع قناة أبوظبي الرياضية. متابعينا الكرام في كل مكان، محبي رياضة الآباء والأجداد، تتواصل الإثارة وتتواصل الندية متابعينا الكرام في هذا الصباح الجميل الذي خصص للإذاع، والمسافة هي 6 كيلومترات. الشوط الأول متابعينا الكرام ذهب مع غيارة ملك محمد بن زايد المنصوري، وثاني الأشواط والشوط الأول بالنسبة للقعدان ذهب مع مغذي ملك السعيد بن مظفر العامري. متابعينا الكرام، أتغير أنا بتوري بالوصف والتعليق لأنقل الكلمة للزميل العزيز عادل بن عزيز المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة على بركة الله تعالى وتوفيقه. ها هي الانطلاقة لشوطنا الثالث، وعلى التوالي نتواصل مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقة المتميزة ولهذه الفترة الصباحية وللمنافسة بهذا الشوط. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، الشوط الثالث لشوط الإذاعة الأبكار، المسافة المحددة والمقررة رسميا هي 6 كيلومترات. إذن مشاهدينا الكرام نسير والمسيرة تسير مع المراكز الأولى، مع التي انفردت في هذا الانطلاق. هنالك إذن مشاهدينا الكرام، المركز الأول في هذه اللحظات سرابة للسيد مبارك بن عبيد الشامسي اللي في المركز الأول، بينما نرى المركز الثاني هنالك للسيد محمد بن راشد الضحاك المنصور اللي هي الناوية. الناوية في المركز الثاني. المركز الثالث، الشاهينية تعود ملكية السيد محمد بن مبارك الشامسي أيضا في ثالث المراكز. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع، الدرعية لسعادة مبارك بن عامر الحبسي في رابع المراكز. أما اللي وصلت في المركز الخامس هنالك هملولة للسيد رغش بن حمد بن خيرات العامري في رابع أو خامس المراكز. إذن مشاهدينا الكرام، الخمس المراكز الأولى بالوفاء والتمام كاملة مكملة أعددناها لحضراتكم، ونعود مع مقدمة الشوط، نعود مع المركز الأول. هنالك سرابة 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 والناوية، الناوية للسيد محمد بن راشد الضحاك المنصوري هي اللي منفردة، ومنافستها بينها وبين سرابة بالمركز الأول والثاني. إذن لا زالت سرابة، وحصل أيضا التغيير من سرابة بالفعل التي غيرت إلى زمام الأمور لمبارك بن عبيد الشامسي في انطلاقتها وسيطرتها على المركز الأول. المركز الثاني الناوية تعود ملكيتها لمحمد بن راشد الضحاك المنصوري في ثاني المراكز. المركز الثالث هنالك المركز الثالث هملولة لرغش بن حمد بن خيرات العامري في ثالث المراكز. المركز الرابع الدرعية لسعادة مبارك بن عامر الحبسي في رابع المراكز. أما الخامسة هنالك الشاهنية للسيد محمد بن مبارك الشامسي. إذن مشاهدينا الكرام، هذا نداءنا الثاني للخمسة المراكز الأولى، ونعود مع مقدمة الشوط، نعود مع الناوية. الناوية اللي مسيطرة وغيرت إلى المركز الأول وعادت حقوقها
المسلوبة في مقدمة الشوط. إذا الناوية لا زالت على الصدارة، على صدارة هذا الشوط التي انفردت وتزعمت سيطرة هذا الشوط. هذه بالفعل الناوية التي تتربع على عرش هذا الشوط، ولكن أيضا سرابة، أيضا سرابة لها المجال بالمنافسة ولها المجال والقوة بالانطلاق. بالفعل سرابة والناوية، سرابة والناوية والصدارة بين سرابة وبين الناوية، ولكن هنالك أيضا شعارات ما بعد حان وصولها بهذا الانطلاق. بالفعل الناوية لازالت، ولكن سرابة نشاهد الآن في مقدمة هذا الشوط للسيد مبارك بن عبيد الشامسي في أول المراكز. أما المركز الثاني هنالك الناوية لمحمد بن راشد الضحاك المنصوري، يليها مباشرة في المركز الثالث الشاهينية لمحمد بن مبارك الشامسي، الرابعة هنالك أيضا بالفعل اللي هي هملولة لرغش بن حمد بن خيرات العامري في المركز الرابع. المركز الخامس أيضا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء في هذه اللحظات وبهذه المنافسة، هنالك يا رب الفعل اللي هي مياسة تعود ملكيتها مشاهدينا الكرام للسيد محمد بن علي بن سطاب الرشيد. إذا الخمسة المراكز الأولى واشتدت المعركة، اشتدت المعركة مع المركز الثاني. نعود مع سرابة، سرابة التي لا زالت محافظة على صدارتها من مسافة 6 كيلومترات، وهي المنطلقة بكل قوة وبكل جدارة. ولكن يا راعي سرابة تابع للمركز الثاني، تابع لمياسة، ومياسة العود في ثاني المراكز للسيد محمد بن سلطان بن رشيد المنطلقة بكل قوة وبكل جدارة. المركز الثالث خيرة والخيرة بما اختارها الله، خيرة للسيد مطر بن محمد بن مليحان الشمري اللي في المركز الثالث. المركز الرابع الشاهيني لمحمد بن مبارك الشامسي. المركز الخامس في هذه اللحظات يا سلام هملولة لرغش بن حمد بن خيرات العامري. إذا نلحق في صدارة الشوط. هنالك لا زالت سرابة بانطلاقتها، ولا زالت محافظة على المركز الأول للسيد مبارك بن عبيد الشامسي، ولكن مياسة التي غيرت في صدارة هذا الشوط للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد دكتور الأصايل. يا سلام يا سلام، هنالك لا زالت مياسة. المركز الثاني خيرة لمطر بن محمد بن مليحان الشمري، يا سلام اللي وصلت في المركز الثالث. هنالك أرث اللي هي سرابة لمبارك بن عبيد الشامسي، ولكن تلحق ولا ما تلحق، تلحق ولا ما تلحق. هنالك مياسة وأرى هنالك الهدة سيد محمد بن أحمد بن مايد الخيالي في ثاني المراكز، صاحب الامتار الأخيرة وصاحب المفاجآت. فاجئ بالفعل الهدى ومياسة مياسة العود صاحبة المركز الأول. إذا انتهينا مشاهدينا الكرام للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد على فوز مياسة في المركز الأول. جاء في المركز الثاني الهدى للسيد محمد بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز الثالث خيرة لمطر بن محمد بن مليحان الشمري. المركز الرابع اللي هي لوايع لغدير بن حميدان الراشدي بن حميد الراشدي. المركز الخامس ماركة لمحمد بن حسن بالثيمة العامري. توقيت الزمن مشاهدي الكرام 9:31، 7 أجزاء ثانية للناموس للسيد محمد بن علي بن سلطان الرشيد. المركز الثاني مشاهدينا الكرام 9:32، 2 أجزاء من الثانية. أيضا تهانينا لصاحب الهدة السيد محمد بن أحمد بن مايد الخيل. المركز الثالث 9:35، 1 أجزاء من الثانية. هانينا أيضا للسيد مطر بن مليحان الشمري لفوز خيرة في المركز الثالث.